أوف. رفيف، كيفك؟ أنا ياسمين، أنا كتير مقروقة. لك حتى لما بشوف صوره مدري شو بيصر لي، بحس حالي رح أجن، ما بعرف شو خطر لي، رحت فتحت ألبوم الصور. اسمعي مني، قيمي هالقصة من راسك بقى، انسي حبيبتي، انسي مشان ترتاحي. إذا ضليت عم تفكري هيك رح تمرضي. بعرف مزبوط، لك عن جد عم حاول. ليكي شو رأيك سامحه وانسى كل شي صار؟ وبهالحالة ممكن اتجاوز القصة، بس بالأول بده يعتذر مني. أيوة لازم يعتذر، لأنه غلط كتير بحقي. إذا عن جد بده تتحسن علاقتنا لازم يعتذر، هيك المفروض. بالله عم تحكي من كل عقلي. هلأ كينان بده يعتذر منك؟ مستحيل يعتذر. مو على كيفه حبيبتي، كينان لازم يعتذر مني. هو اللي خاني مع واحدة تانية وتركني أنا وبنتي مشان هاي الشرشوحة. بده يعتذر لأنه نسف كل حياتي، وغير هيك أنا مليت من الموضوع وما عاد يحكي فيه. ما خلص، بحكي معك بعدين. ماشي يلا، أنا بحاكيكي بعدين، وأنا هلأ متوترة كتير وما لي قدران أحكي. باي باي. يلا باي. أوكي حبيبتي، يلا باي، ديري بالك على حالك. نحن هلا مو بالبيت، الرجاء ترك رسالة بعد الصافرة. ألو؟ كينان مرحبا، أنا ياسمين، كيفك؟ حابة أحكي معك شوي. بكرة بس توصل ديما فيك تمرق لعنا شوي، لازم نقعد لأنه في موضوع لازم نحكي فيه أنا وياك. وسلمني عليها إذا شفتها، وقصدي يعني سلم على الكل. سلم على سهير مثلا. ماشي أنا ناطرتك بكرة. باي باي. يلا جاي ياسمين. ايه كينان، خير ست ياسمين؟ ليش دقتي لي؟ شوفي، مو انت امبارح تركتي لي مسج مشان امره لعندك؟ بعرف تركت لك مسج، بس ما توقعتك تجي بهيك وقت. لك يلا ياسمين، فهميني شو القصة، شغلتي لي بالي. شوفي بس شوي، فوت، انا طالعه من الحمام، خليني فوت البس وبرجع لك. خلصيني احكي هلا، بدك تخجلي مني؟ شو شايفتيني واحد غريب حتى تسوي هاي الحركات قدامي؟ قولي لي شو الموضوع، شو بدك مني؟ يلا احكي. ليش رجعتوا كلكم ولا رجعتوا؟ يعني انت كثير اكلاني همي، كتر الف خيرك يا ستي، خلص انبسطي وتاكدي انه كل المشوار انتزع من تحت راسك انت. والخانم بنتك ضلت تنق فوق راسي، قال بدها ترجع على البيت لانه ضايقت عليكي. لك حتى علاقتي ببنتي نزعتيها. لك انت شو بدك مني بس، فهميني. ان شاء الله مفكرني انا كثير مبسوطه بهالوضع. اصلا لهيك انا اتصلت فيك مشان تجي ونقعد ونحل الموضوع. خلص انت بتعتذر مني وهيك بينحل الموضوع. ما في داعي نكبر القصص، بالاعتذار كل شيء بيصير. انا بدي اعتذر منك؟ اي طبعا. ليش؟ كيف يعني ليش؟ لانه حضرتك خنتني مع وحده تانية وتركتني ومشيت. لك افهمي، انا حبيتها لهي البنت، ليش لا اعتذر منك؟ يعني مو من حقي اني حب؟ لا مو من حقك حبيبي، لانه حضرتك كنت متجوزني لالي ولا نسيت؟ ليش الواحد فيه يتحكم بمشاعره يعني؟ معناتها انا كمان في عندي مشاعر، ومشاعري بتقلي خدي شي سكين يا بنت وفرمي جوزك قطع وزتيه للكلاب، هيك بتقلي مشاعري. رد عليها مثلا. لك انت وحده مجنونه اصلا، الحق علي لانه اجيت. لحظه بدك تسمعني للاخير، حكم ضميرك وبعدين جاوبني. لو انا عامل الشي اللي انت عملته فيني، لو انا حبيت حدا تاني غيرك وحملت اغراضي وتركتك انت وبنتك، شو كنت حسيت؟ لك مشان الله جاوبني، شو كنت حسيت؟ ما بحق لك تتصرفي هيك، انت مره وعندك بنت صبيه. لك الحق علي انا، ضروري رد عليك واجي وانزع مرائي معك. كينان لازم تسمعني ولازم تعتذر مني على اللي عملته. يلي بيترك بيته كرمال وحده تانية شو بيكون برايك؟ بيكون منيح؟ ولك شو بتخسر اذا قلت لي انك اسف؟ كن رجال لمره واحده بحياتك واعتذر. لك اطلعي على حالك كيف طالعه، روحي انضبي بالبيت قبل ما يشوفك حدا. لك فوتي يلا تحركي، لا تطلعي لي خليه اكثر من هيك عم اقول لك. يلا فوتي. ماما لك كينان، وقعت المسكة كينان. يا الله شو بدي اعمل، ولي المسكة فاتت لجوا. Thank you.
وشك لو سمحت دير وشك. خلاص خلاص ما راح تطلع بنوم. دير وشك لهونيك. ايوه اي ليك ليك مسكت الباب المسكه فاتت لجوا وضليت هي بايدي وانا ضليت برات البيت وعم دور على شي شغله لصلح المسكه ما عم لاقي. ان شاء الله افتح لي الباب. طيب ما في مشكله بس انطرق راسك صار لك شيء؟ ايه منيحه انا منيحه منيحه. بس انت ليش جاي لهون؟ مو على اساس رح نطلع سيران؟ امي قالت لي مشان امرق لعندك مشان هيك اجي. ليش انت طالع معنا على السيره؟ انت مو طالعه معنا؟ لك مالك شايفني شلون انا بدي اطلع؟ مالك شايف البهدله اللي انا فيها؟ كيف بدي اطلع بهيك حاله والمسكه ليك بايدي؟ خلص خلص روحوا انتوا روحوا انا ماني رايحه. يلا ماني قدراني اروح روحوا انتوا. طيب خليني اشوفها شوي. لا تطلع فيني ها الله يخليك لا تطلع فيني حاجتي. لا لا انت فهمتيني غلط خليني اشوفها للمسكه لاصلحها. طيب بس دير وشك خوف. لا تطلع فيني الله يخليك. ايه دير وشك لهونيك يلا. المسكة الثانية وعد جوا؟ ايه ضليت جوا وانا ضغطتها مشان ركب المسكة عمدت وقعت وضليت برا انا. والله مو بقصدي. يلا خلصتي؟ ايه عم جهز. صحي بهجت دير بالك اذا سألوك يعني اذا حدا منهم سألك عن وضع كرم بالمدرسة بتقلهم كتير منيح. وليش الكذب؟ ايه كلهم بيكذبوا ما حدا منهم بيحكي عن عيوب ولاده. يعني اذا ابننا قصر بدراسته بيكون هالشي عيب برأيكم؟ شو نسيت انه حضرتك دكتور؟ مو عيب يدروا الناس انه ابنك كسلان وما بيدرس؟ خد هدول انا جاهزة خلينا نمشي. خلاص مشي الحال. انفتح الباب؟ يسلموا ايديك عذبتك معي. لا العفو انا ما رح فيني اطلع معكم. ايه بصراحة خجلانة منك كتير يعني كيف بدي اطلع معك بعد ما شفتني بهالمنظر؟ ما في داعي تخجلي مني لانه انا ما اطلعت فيكي. يعني ما اطلعت علي؟ قلتي لي لا تطلع ما اطلع خلاص مو هيك بدك؟ وما رح تخبر حدا انك شفتني بهالمنظر ما هيك؟ الرجال بالعادة ما بيحكوا لحدا عن المرة اللي بتعجبهم. جهزي حالك رح انطرك لنروح سوا.